مسألة الاعتقال قبل المحاكمة هو تدبير استثنائي يسمى الاعتقال الاحتياطي، مكنه المشرع لا النيابة العامة ولا سيد قاضي التحقيق، يعني إبان الاستدلال وجمع الأدلة ومرحلة مناقشات الأدلة والبحث فيها للخروج بصك متابعة اللي تقدر ديروا النيابة العامة، ولكن في هذه النازلة اللي كتحدثت عليها غيديروا السيد قاضي التحقيق عن طريق القرار ديال الإحالة اللي غادي يخلص أو ليكون الخلاصة ديال الأبحاث اللي كيقوم بها السيد قاضي التحقيق. وبالتالي مسألة الاعتقال الاحتياطي هو تدبير من تدابير استثنائية. أنا كحقوقية باش نوضح واحد المسألة اللي هي مهمة، هو أن قاضي التحقيق مكنوا المشرع من مجموعة من 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 الوسائل القانونية أو من الآليات القانونية بما فيها الأمر بالإيداع في السجن، الأمر بالإحضار، الأمر بالحضور، الوضع تحت المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي. دونك اللي كان هو أن هذه السيدة كانت متابعة في حالة صرح، يعني في ديما التحقيق في حالة صرح بناء على كفالة، يعني وكفالة تعتبر من بدائل الاعتقال الاحتياطي. بعد ما كانت مستجدات وحنا متبعين الملف كحقوقيين عبر وسائل الإعلام المختلفة، كاين مستجدات لأنه تم اعتقال واحد السيدة أخرى وتم الاستماع إليها وأكيد عطات معطيات جديدة وعطات وقائع اللي تقدر تغير المسار اللي يمكن كان فيه تحقيق يسير. بالتالي كيبقى السيد قاضي التحقيق بطبيعة الحال جميع الصلاحيات باش ياخذ الإجراء المناسب والمتلائم مع طبيعة ما هو معروض عليه، مع العلم أن هذه المرحلة ديال التحقيق الإعدادي هي مرحلة سرية ومن المفروض أن تشي واحد ما عارف الحقيقة، يعني الحقيقة الواقعية والقانونية ديال المعطيات المتوفرة أمام السيد قاضي التحقيق. يعني كتبقى مجرد تساؤلات مشروعة من طرف الرأي العام، وحنا كحقوقيين بطبيعة الحال في إطار التواصل مع الرأي العام والحق في المعلومة القانونية لا نبخل حينما يتوجه إلينا أي كان سؤال أجل معرفة زعما هل يجوز أو لا يجوز. غادي نقدر نقول لك بأن الأمر يتعلق بأزمة قيم وأزمة أخلاق في هذا الملف. هذا الملف هذا في أزمة قيم وأزمة أخلاقية، الناس تعاملت ذاك التعامل اللي ما فيهش الإنسانية وما فيهش الرقي والنبل ديال التسامح وديال المحبة وديال السلام. ناس كانت كتنتقم من بعضها، ناس كانت كتشوه ناس كانت كتبحث على أسرار وكتحاول ما أمكن أنها توظفها وتستثمرها من أجل إساءة إلى سمعة الآخرين. هذه الأمور اللي أنا تبعتها في هذا الملف واللي ما يحز في النفس في هذا الملف أو في غير الملفات الأخرى اللي احنا متبعينها كرأي عام، هو أن هذا النوع الملفات مسيئة للأخلاق والقيم ديال المغاربة، وبحال قلتي التعامل السلبي مع التكنولوجيا ومع الحياة الإلكترونية. فعوض ما الناس تمشي تقلب على ما يفيدها كتبدا تقلب على ما يضر الآخرين، وهذه أمور كانت عايشة معها في المجتمع في العالم العادي ودابا في العالم الافتراضي وفي هاد المواقع وفي في 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 الهواتف الذكية اللي ولينا حنا كنخافوا مني كنجيو نلقاو ناس مفروض فيهم ولاو مشاهير ولاو كيشكلوا على العموم بالنسبة لبعض الفئات اللي كتبعهم كيشكلوا واحد القدوة ولا واحد المثل ديال الناس اللي متبعاهم. فإذا بينا كنلقاو بحال هاد الأمور هي مسيئة للفن المغربي، مسيئة للسمعة ديال بلادنا، أن يكون عندنا مثل هاد الملفات اللي كتعبر على أن الناس ربما عندها مشاكل نفسية خاصها تمشي تعالج. هذا هو اللي نقدر نقول لك حاليا. أما نقول لك فصول ومتابعة، أولا أنا لا أنوب في الملف، دونك أنا ما عنديش على المعطيات، وحتى كون كنت كنوب في الملف ما غاديش نعطي مثل هذه المعطيات، لأن التحقيق الإعدادي كما قلت لك هو سري
والسريه تلزم اي محامي او محاميه كينوبوا في الملف انهم ما يخرجوش الامور اللي هي مطبوعه بالسريه الى العنان. بطبيعه الحال كون تكون محاكمه من حقهم، لان المحاكمه هي علنيه من حق كل الشعب. الناس راه غالطين في هذه المساله، الشعب كله من حقه يعرف شنو كيرو في المحاكمه، لان مبدا العلنيه هو من ضمانات المحاكمه العادله. الاعتقال الاحتياطي بطبيعه الحال عنده واحد الامد زمني محدود، لان ملي كيكون الجناح راه كاينه 3 شهور، شهر يجدد مرتين. مسألة ديال الاعتقال الاحتياطي عند السيد قاضي التحقيق لا يمكن أن تتجاوز 3 أشهر في الجناح، هذا هو أقصى على حسب المعطيات والأدلة التي يفتحصها السيد قاضي التحقيق. إذا ما تبين له واقتنع أن هناك أفعال ثابتة، أفعال مجرمة ثابتة في حق الأظناء اللي كيتعرضوا أمامه، وبالتالي يمكن له يدير المتابعة وهو يحدد الفصول. يعني من النقاش ديال الفصول، اي واحد يضع الفصول هو نقاش سابق لاواني، زعما من الناحيه القانونيه، حنا كنهضروا من الناحيه القانونيه، نقاش سابق لاواني. ما لدينا ويمكن ان نناقش هو افعال حسب التصريحات ديال المشتكين. المشتكين تيقولوا ما تعرضوا له من افعال واضرار، هذه يمكن نناقشوها لانها مساله واقعيه. ربما بعد ان تم الاستماع الى السيده التي تم اعتقالها مؤخرا، ربما اعطت وقائع ومعطيات التي جعلت السيد قاضي التحقيق يقتنع او يصل ب ب ب بقراره وقناعته الى ضروره اعتقال الضنينه. دونك هو ما هو اللي عارف علاش دار هذا القرار، هو اللي يقدر يجاوب على هذا الجواب. دونك حتى شي واحد فينا ما يقدر يعرف شنو هو السبب الحقيقي اللي خلى السيد قاضي التحقيق اليوم يتراجع على هذاك التدبير المتعلق بالكفاله الى مساله الاعتقال. ولكن منطقيا غادي تكون معطيات جديده في الملف. منطقيا ان السيده التي تم اعتقالها مؤخرا ربما صرحت بامور اللي تدين، ربما هذه القراءه اللي نقدر ندير انا كحقوقيه. ولكن اقول واكرر ان العداله في هذا الملف خصها تاخذ مجراها لسببين. السبب الاول ان لا مانع يمنع ان من له شهره او له علاقات ما يكونش في حاله في حال باقي الناس امام القانون وامام القضاء. يعني مبدا المساواه يجب ان يكرس في هذا الملف بشكل واضح وجلي. الضحايا خصهم يتنصفوا، اي واحد ضحيه حتى هو خصو شروط وضمانات ديال المحاكمه اللي كتوفر له سبل الانتصاف، ويحس بان اي واحد اقترف حقه جرم كيفما كان شكله او سمعته او علاقاته او مكانته الا ويجب ان يحاكم مثله مثل باقي المواطنات والمواطنين. هذه هي الزاويه الحقوقيه اللي نقدر انا نشوف بها الملف اللي انا متبعه. وقاضي التحقيق متى تبين له بطبيعه الحال ان التراجع عن تدبير ديال الكفاله هو امر ضروري، يمكن له يتراجع. شوف